فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. يقول السائل: أريد أن أبدأ بالتجارة في هذا البلد، ولكنني أخاف أن أخالف أحكام الشريعة، أحكام الله سبحانه، فما نصيحتكم لي في ذلك؟ نصيحتنا أنه يجب عليك أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور دينك وأمور دنياك. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.